ويحلى رمضان مع المرد للأطفال. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. الاسم الكريم؟ سعود. والنعم يا سعود، صف كم؟ أنا صف سادس. سادس؟ ما شاء الله تبارك الله. طيب سعود، عادي أخذ معك لقاء؟ تفضل. وأسألك سؤال. وسأل. جاوبت عليه، وش بيصير؟ عادي. عادي؟ لا، أنا بعطيك جائزة. طيب. زين؟ طيب. تبي أخش لك على السؤال على طول؟ إيه، خذ راحتك. ولا احرجني باسلوبي يا جماعة. أول مرة واحد يقول لي خذ راحتك. طيب خلاص أجل بخش لك بالسؤال على طول. السؤال يقول: إيش هو المعدن الوحيد؟ هو المعدن الوحيد اللي سميت سورة باسمه في القرآن الكريم. يلا بعطيك 5 ثواني فكر فيها. المعدن الوحيد؟ أي معدن من المعادن. يعني كيف المعدن؟ معدن يعني في معدن ألماس فيه. ها؟ والله ما فهمت سؤالك. مرة مرة مشكلة، أنا لو وضحت أكثر على طول بتجيب اسم السورة. يا وضح، يمكن ما أجيبه. لا كذا يصير تغشيش. ما تدري أنت؟ كيف ما أدري؟ يمكن ما أجيبها. لا أجيب كذا بيصير في ظلم لغيرك، تدري ليه؟ ليه؟ أنا بعطيك التغشيش وما راح أعطيهم هم. حطهم، رمضان كريم. أخوي عندنا جوائز محدودة حنا. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.